اهلا بكم في قناتي. اليوم حبيت نوريكم نوع اخر من انواع البرتقال يصلح نستعملوها عصير. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم ادم علينا هذه النعمة واحفظها من الزوال، امين يا رب. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا كيفاش، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. على فكرة هذه شجرة واحدة فيها بسم الله ما شاء الله، فيها كمية وفيرة الحمد لله، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وكيف العادة كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة بس يوصلكم كل جديد. شكرا على حسن الاهتمام والمتابعة، في أمان الله.